خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة، الرئيس السيسي يؤكد تواصل مساعي مصر للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. واشنطن ترفيع علمها بأن خطة للهجوم على رفح الفلسطينية، وتؤكد أن محادثات الهدنة في غزة تشير في الاتجاه الصحيح. لبنان يقول أنه سلم رده لباريس على المبادرة الفرنسية لوقف التصعيد على الحدود بين حزب الله وإسرائيل. السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة وتابع سير العمل بها وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم. أكد الرئيس السيسي خلال زيارته إلى الأكاديمية أن مصر تبذل جهودا مخلصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بتفقد مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم. حيث أثنى سيادته على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات. مؤكدا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد وتوفير أحدث المعدات والتجهيزات لرفع كفاءتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم وسعيد بلقائكم، وكل سنة وانتم طيبين. أنا عارف إن فترة التدريب المركز خلصت، والمفروض إن يعني اليومين دول كده اخر الثلاث شهور زي ما تعودنا ان احنا نلتقي يعني. فانا سعيد باللي انا بشوفه، وسعيد ايضا باللي انا بسمعه من يعني من اول السيد الوزير لغايه مدير الاكاديميه على المستوى اللي احنا الحمد لله حققناه خلال فتره التدريب المركز ديت. وان شاء الله طبعا هنستكمل ده خلال يعني الفترات القادمه بعد ما ان شاء الله ترجعوا من الاجازات يعني. مش هنسى ان انا اقول لكم من فضلكم بلغوا اسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان، وايضا اشقائنا المسيحيين بالايام اللي هي الصيام الكبير. كل سنه وانتم طيبين جميعا. زي ما احنا حريصين على ان دايما العامل البشري وهو الاميز وهو اللي ليه تاثير كبير جدا لو احنا نجحنا فيه على الاداء وعلى التطور وعلى التقدم وعلى حالة الانضباط وكل شيء. واسمحوا لي بس ان انا باختصار شديد اكلمكم عن موضوعين. الموضوع الاولاني خاص بال يعني بالداخل بمصر وشؤونها، واحنا كنا خلال زي ما قلنا الاربع سنين الاخرين او اكتر كانت ظروف الكورونا وظروف الازمه الروسيه وايضا الحرب في غزه كان ليها تاثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر. لكن اقدر اقول لكم باختصار شديد ان الاجراءات اللي تم اتخاذها خلال يعني الاسابيع القليله الماضيه يعني احنا بنحاول نكون على الطريق الصحيح لاعاده يعني تصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه. ويمكن النهارده احنا بنتكلم على ان احنا عملنا يعني اتفاق اولي كده مع صندوق النقد الدولي، وفي ايضا مع البنك الدولي هيبقى في
شكل من أشكال الدعم، ومع الاتحاد الأوروبي أيضا، بالإضافة طبعا للإجراءات الأخرى اللي أنتوا عارفينها كويس. وده في حد ذاته هي خطوات من جانبنا أن احنا نحسن ونطور ونصلح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي. فبطمنكم أن الحمد لله الأمور ماشية، وأيضا ما فيش عندنا مشكلة في السلع ولا حاجة، وحتى المستلزمات اللي كانت متأخرة في المواني الحمد لله بتخرج دلوقتي. ده فيما يخص الموقف الداخلي باختصار شديد. فيما يخص الموقف الخارجي، طبعا انتم متابعين كويس قوي الحرب اللي خلصت 5 شهور دلوقتي، يعني شهر يوم 7 اللي فات كان 5 شهور، كتير قوي 5 شهور على العنف والقتل اللي بيتم، واحنا بنحاول بكل جهد مخلص وامين وان احنا نصل الى وقف اطلاق النار في القطاع، حتى يعني نحمي وننقذ أهلنا في غزة، وخاصة المدنيين الأبرياء. وإحنا بنتكلم على أكتر من دلوقتي أكتر من 30,000، تلتينهم من النساء والأطفال، وأكتر من 70,000 مصاب، علاوة على أن تقريبا 60-70% من القطاع مبانيه ومنشآته وبنيته التحتية والمنشآت الحكومية وكل المنشآت الخدمية تقريبا اللي احنا بنتكلم على اللي هي كانت العمود الفقري للقطاع تم تدميرها خلال هذه الحرب. الأرقام اللي ممكن تبقى محتاجة لإعادة إعمار قطاع غزة يعني مخيفة جدا جدا، وعدد السنين اللي المطلوبة لإعادة الإعمار في القطاع. لكن على كل حال احنا بنحاول ان احنا على الأقل يعني نوقف هذا النزيف، نزيف البشر ونزيف المنشآت أيضا، وبنسعى جدا لإدخال أكبر حجم من المساعدات. أنا عايز أقول لكم إن إحنا القطاع فيه حوالي 2.4 مليون إنسان. إحنا حذرنا وقلنا إن الأمر اللي بيتم ده وعدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة، واستخدام الغذاء كسلاح آخر في مواجهة المدنيين الأبرياء، وده احنا حذرنا منه من الاول خالص، واحنا حرصنا وكنا دايما بنقول ان معبر رفح مفتوح ومستعدين اي حجم من المساعدات يدخل عشان يعني يوفر لاشقائنا واهلنا في فلسطين او في القطاع يعني احتياجاتهم الاساسيه. دخلنا في مبادره وتحالف ان احنا نعمل اسقاط من الطائرات، احنا واشقائنا في الامارات وقطر وامريكا وفرنسا ودول كثيره، مش عايز يعني انسى حد، لكن كل ده ارقام لا تساوي ابدا ابدا المطلوب. انت بتتكلم في الاف الاطنان محتاجين ندخلها يوميا لاحتياجات الناس. فاحنا بنتكلم على ان احنا نصل الى وقف اطلاق النار هدنه يعني، ونصل الى ان احنا ندخل اكبر حجم من المساعدات عشان نغيث ويبقى في احتياجات والمجاعه دي يتوقف حد لتأثيرها على الناس، وأيضا السماح للناس اللي موجودين في الوسط وفي الجنوب يعني يتحركوا في اتجاه الشمال لأماكنهم، مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح. أنا أقول دايما إن إذا كنا احنا فعلا عندنا جدية كلنا كمجتمع دولي على إن يبقى في فرصة حقيقية إن يبقى في دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، ويبقى في فرصة لهم ان هم يعيشوا بكرامة كبيرة جدا جدا في بلدهم، ويديروا امورهم بالشكل اللي هم يرتضوه دون ان يكون لهم ضرر او يكون للمواطن الاسرائيلي على الجانب الاخر ضرر. بصراحة اعتراف دولي بفلسطين، دولي يعني بتكلم على الامم المتحدة، دولي يعني بقول كل العالم بقت دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وكاملة وكمال الاعتراف بيها من جانب الدول الكبيرة. إذا ده لو تحقق احنا ممكن نقول ان رغم ان في أزمة وفي مأساة كبيرة جدا احنا شفناها خلال ال5 شهور اللي فاتوا، الا ان يبقى عزائنا للي حصل ان بقت في دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هو ده الموضوعين اللي انا يمكن
حبيت أتكلم معكم فيهم وأقول إن إحنا حذرنا أيضا من اتساع نطاق الحرب، ويبقى زي ما أنتم شفتوا من سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس وتأثير ده على التجارة الدولية بشكل كبير، كل ده إحنا حذرنا منه. وأيضا إن ممكن الصراع يمتد إلى الشمال، كل دي مخاطر إحنا بنحذر منها وبنقول إن إحنا نتمنى خلال يعني أيام قليلة بالكثير نصل إلى وقف إطلاق النار وما يبقاش في تطور سلبي ممكن يؤثر على الموقف أكتر من كده. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وأنا سعيد باللي أنا شفتهم وسعيد بيكم وأتمنى لكم كل التوفيق، وزي ما بقول من فضلكم خلي بالكم من نفسكم في إن شاء الله فترة الأجازة اللي انتم تنزلوها ديت، وترجعوا إن شاء الله مرة تانية تكملوا وتستأنفوا يعني التعليم والتدريب اللي انتم بتقوموا بيه. شكرا جزيلا. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية لدعم الأشقاء في غزة. تضمنت القافلة 300 قاطرة محملة بأكثر من 3500 طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال، إضافة إلى 25 طنا من المياه ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى نحو 117 طنا من الملابس والبطاطين و60 طنا من المراتب والخيام. يشارك في قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي عدة كيانات ومؤسسات بالتحالف. بدأت عملية تفريغ المساعدات الإنسانية المرسلة بحرا إلى قطاع غزة بعدما وصلت السفينة أوبن آرمز محملة بمواد غذائية قبالة ساحل غزة في اختبار لطريق بحري جديد لتوصيل المساعدات من قبرص إلى القطاع الفلسطيني المدمر. وتحمل السفينة التي تنظم مهمتها مؤسسة World Central Kitchen الخيرية ما يقرب من 200 طن من المساعدات لتوصيلها عبر رصيف للسفن يجري إعداده في غزة. من المتوقع أن تبحر سفينة ثانية قريبا. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الوسطاء يعملون بلا كلل لسد الفجوات المتبقية سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. نعمل ليل نهار مع حكومة إسرائيل حول جميع التحديات الذي يفرضها الموقف على إسرائيل والفلسطينيين ودول أخرى على حد سواء في المنطقة. هذا يحدث عبر حكومتنا ويحدث من خلال مجموعة متنوعة من القضايا. نعم، كان هناك اقتراح مضاد قدمته حماس. من الواضح أنني لا أستطيع الدخول في تفاصيل ما ينطوي عليه ذلك. ما يمكنني قوله هو أننا نعمل بشكل مكثف مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تطلع على أي خطة لإسرائيل لشن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية. من جانب آخر قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تبدي تفاؤلا حذرا بشأن محادثات الهدنة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في المحادثات وأن اقتراح حماس يندرج ضمن حدود ما ناقشه المفاوضون خلال الأشهر الأخيرة.
أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا إلى قطر لإجراء محادثات جديدة بهدف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة. الأمال وإن كانت ضعيفة في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة ما زالت قائمة، إذ أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا إلى قطر لإجراء محادثات جديدة بهدف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، رغم رفضها عرضا تقدمت به حركة حماس يقضي بوقف إطلاق النار على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما. في المرحلة الأولى تشترط حماس انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات إلى داخل القطاع، كما عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا 30 منهم من أصحاب المؤبدات. وفي المرحلة الثانية تطالب حماس بإعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أن تبادل الجنود الأسرى لديها، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تقول إنها لن تتفاوض إلا على هدنة مؤقتة، وتشترط مع بدء المرحلة الثالثة الشروع في عملية إعمار شامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار. ورغم عدم قبول إسرائيل بالهدنة فإن وصفها لشروط الاتفاق بأنها ما زالت غير واقعية يمثل موقفا أكثر اعتدالا مقارنة بموقفها من عرض حماس السابق الشهر الماضي، والذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه وهمي تماما ومن كوكب آخر. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن رد نتنياهو الجديد قد يشكل علامة فارقة ويمكن أن يسمح بالانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن صفقة مفصلة في مرحلة لاحقة. وترى حركة حماس أن الأمر يعتمد على واشنطن للضغط على حليفتها إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار، وتقترح واشنطن من جانبها هدنة ل6 أسابيع يتم خلالها الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين. ويقول مراقبون إن ما رشح عن مقترح حماس يجعله غير بعيد عن التصور الأمريكي، معتبرين أن المقترح يمكن قبوله إسرائيليا لو كان نتنياهو جادا في استعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع، خصوصا أن العدد المقترح تبادله يتراوح بين 700 و1000 فلسطيني ويمثل نسبة ضئيلة من نحو 13,000 أسير فلسطيني لدى إسرائيل. ويرى المراقبون أن حكومة نتنياهو برفضها مقترح حماس ربما أرادت أن تظهر في مظهر غير المتعجل في التوصل للاتفاق، ومن ثم كسب الوقت للحصول على المزيد من التنازلات من جانب حماس. توقفت أحدث جولة معلنة من المفاوضات بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية مصرية في القاهرة في 7 مارس الجاري، وتبادل الطرفان تحميل كل منهما الآخر مسؤولية توقفها دون إحراز أي تقدم. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 36 فلسطينيا جراء ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بقصف منزل غرب المخيم الجديد بالنصيرات بقطاع غزة، غالبيتهم أطفال وبينهم نساء حوامل. وأضافت الصحة أن جيش الاحتلال استهدف أكثر من 12 منزلا آمنا في المخيم الواقع بوسط القطاع. خيمت أجواء الحزن على القدس المحتلة في أول جمعة من شهر رمضان، حيث شارك عشرات الآلاف في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار كثيف لآلاف العناصر من الشرطة الإسرائيلية التي منعت العديد من الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي وأداء الصلاة. أجواء من الحزن والكآبة خيمت على البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة في أول يوم الجمعة من شهر رمضان، حيث شارك عشرات الآلاف في الصلاة في المسجد الأقصى وسط انتشار كثيف لآلاف العناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة وحول بوابة الحرم. جيت على المعبر هذا لهم بيقولوا بدك معي مغناط، ولا بيقولوا بدك تصريح رمضان، وبعدين في الكابتن المنطقة عندنا المخابرات الإسرائيلية بقول إلي إذا أسألوا من العائلة أو حدا يعني برجعوه، حسبي الله ونعم الوكيل.
دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية قالت إن 90,000 مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح داخل المسجد الأقصى المبارك وفي قبة الصخرة وباحات المسجد في 5 أيام شهر رمضان المعظم، وذلك رغم إجراءات الاحتلال المشددة ونصبها بوابات حديدية على عدة أبواب من أبواب المسجد المبارك. أنا فت أول حاجز والثاني والثالث توصلت الهوية، قالوا أنت تصيح، قلت له ما عيش تصيح، أنا دائما بفوت بدون تصيح. أول إيش البنت بعدها قد جاء واحد ثاني قال لا إلا تكجع، ما أبا يكجع إيش بيكجع، قال إلا تكجع ما في فائدة تجيب تصيح. دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية قالت أيضا إن هذا العدد هو الأكبر الذي يؤم بالمسجد الأقصى المبارك منذ عدة أشهر، حيث أدى صلاة الجمعة الأولى من رمضان 80,000 مصلي. دخلت أول حاجز دخلني، الثاني دخلني، الثالث آخر إشي قال إيه لتسريح رجعت. طب أنا قاطع مسافة حوالي 150 كيلو متر قضاء جنين، أصل هون أرجع، هذا بدين، هذا بجوز بدين الله، هذا بكل التسهيلات اللي عملناها لأهل الضفة. وين التسهيلات اللي شفناها؟ لا شفنا تسهيلات ولا إشي، بالعكس قاعدين بيشددوا أكثر من أي جمعة ثانية. وتسببت إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في انخفاض عدد المصلين جراء منع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب المسجد الأقصى. سلم وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب السفير الفرنسي لدى بيروت رد لبنان على مبادرة باريس الرامية لوقف التصعيد على الحدود بين حزب الله وإسرائيل. الخارجية اللبنانية وصفت في ردها على باريس المبادرة الفرنسية بأنها خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان، مجددة على موقف بيروت الذي لا يرغب في الحرب ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان على الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام يونيفيل. الرد اللبناني أكد أنه بمجرد توقف الانتهاكات الإسرائيلية سيلتزم لبنان باستئناف الاجتماعات الثلاثية مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسرائيل لمناقشة كل نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق للتنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب اعتبر أن المبادرة الفرنسية فيها الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة وأن هناك نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث. كانت باريس قد أرسلت في 13 من فبراير الماضي مقترحات إلى الحكومة اللبنانية في أول مبادرة مكتوبة يتضمن 3 خطوات رئيسية مقسمة على 10 أيام، تشمل الخطوة الأولى وقفا لإطلاق النار من الجانبين، وفي غضون 3 أيام يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية بسحب الجماعات المسلحة اللبنانية لعناصرها بالمنطقة الحدودية لنحو 10 كيلومترات من خط الحدود ووقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية. وتنص الخطوة الثالثة على استئناف مفاوضات ترسيم الحدود المتنازع عليها، كما تقترح المبادرة إنشاء لجنة رباعية تضم فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لمراقبة وقف الأعمال العدائية. ومنذ التصعيد في 8 أكتوبر بين حزب الله وإسرائيل قتل في لبنان ما لا يقل عن 322 شخصا معظمهم من مقاتلي حزب الله و56 مدنيا على الأقل بحسب تقارير صحفية، في حين قتل 10 جنود إسرائيليين و7 إسرائيليين بحسب الجيش الإسرائيلي. We'll be right back.
أعلن الجيش الأمريكي أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأضاف الجيش الأمريكي أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات. قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أنه من دون مساعدات إنسانية عاجلة ووصول للمنتجات الأساسية إلى المحتاجين في السودان، فإن ما يقرب من 5 ملايين شخص يعانون بالفعل من حالة طوارئ غذائية يمكن أن ينزلقوا إلى انعدام أمن غذائي كارثي في بعض أنحاء البلاد في الأشهر المقبلة. ختاما لنشرتنا، هذا تذكير بأهم العناوين. خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة، الرئيس السيسي يؤكد تواصل مساعي مصر للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. واشنطن تنفي علمها بأي خطة للهجوم على رفح الفلسطينية وتؤكد أن محادثات الهدنة في غزة تسير في الاتجاه الصحيح. لبنان يقول أنه سلم رده لباريس على المبادرة الفرنسية لوقف التصعيد على الحدود بين حزب الله وإسرائيل. وصلنا لنهاية نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.